السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اصدقائي، اول شيء نطلب السحب من الموقع. الحد الادنى للسحب هو 100 نقطة على الفوشيت باي، وهذا شيء كثير منيح. اذا رحت على ويزدرو فاندز بختار هون وسيلة السحب الفوشيت باي. طبعا في سي وولد كمان محفظة ثانية، لكن انا دائما اذا موجود الخيار الفوشيت باي بختار الفوشيت باي. بروح على ويزدرو، هي اللي هون اصدقائي، بيقول الموقع حط الكميات معي 104 نقط، بيقول لي اختار هون اصدقائي العملة، رح اختار بيتكوين. في عملات ثانية طبعا لايت كوين وغيرها، رح اختار هون البيتكوين وولت ادرس عنوان محفظتي البيتكوين داخل الفوشيت باي. بروح على الفوشيت باي، بروح على كلمة وولت، بجيب عنوان محفظتي البيتكوين نسخ. ما عندك محفظة راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وآمنة. بحط العنوان هون لصق اصدقائي. طبعا بيقول الموقع بيطلعوا 30 ساتوشي بيتكوين، 100 نقطة 1 سنت. تمام اصدقائي، هيك المعادل حسب سعر عملة البيتكوين حاليا. بروح على ويزدرو او سحب، بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا انا هيك اطلبت السحب من الموقع، بس توصل الدفع على محفظتي. عادة ما بتجاوز يوم او يومين بس توصل الدفع على محفظتي. انا بتابع معكم الفيديو. طبعا اصدقائي، خلال 24 ساعة دفع للموقع، هذا هو اسمه ايرن بيتس، هاي 30 ساتوشي بيتكوين، ما يعادل 1 سنت من الدولار. نورمال بيمنت اصدقائي، هذا هو التاريخ. كمان اعطاني اشعار داخل الموقع كاتب لي يور بيمنت ريكويست واز كومبليت، فاندز ار ناو افيلبل اون يور والت، يعني تمت الدفع. موقع مميز، من اسهل المواقع الجديده اللي ممكن نكسب منها ببساطه. طبعا عملات رقميه، بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح يطلع لك اياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين اخي كريم بتفتح معنا هاي الصفحه. نحن بدنا ننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة ريجستر هاي اللي هون بالأزرق وبنضغط عليها. طبعا بيقول الموقع عبي البيانات، بنحط هون اسم مستخدم باللغة الإنجليزية، إيميل صحيح يفضل يكون جيميل، وراح نأكد هذا الإيميل. باسورد لازم يكون باسورد محترمة، أرقام رموز حروف باللغة الإنجليزية والأحرف صغيرة وكبيرة، كمان لازم يكون فيها رموز مميزة. مثلا راح نعطي مثال أصدقائي مشان نسهل عليكم الموضوع. طبعا إذا حطينا هيك شوية أرقام، تمام أصدقائي، هذا الرمز مثلا الآت أو الشباك، تمام أصدقائي، ومنحط مثلا احرف هي اي صغيره باللغه الانجليزيه، بالكابس لاك صارت اي كبيره، فينا نحط بعدها بعض الرموز او بعض الارقام. صارت معنا طبعا اصدقائي كلمه سر صحيحه، بياخذ الموقع وبيقبلها بشكل صحيح. طبعا اصدقائي بنحطها هون بهي الخانه وبنعيدها طبعا اصدقائي بالكونفيرم هون، نختار نحن شاب او صبيه بلدنا بشكل صحيح. طبعا بنعيد وبناكد لا تستخدم بروكسي او في بي ان او اي وسائل احتياليه مشان ما يحظرك الموقع. بنحل كباتشا، بنوافق على الشروط، ومنروح على كلمة ريجستر هاي اللي هو عم نضغط عليها، بيكون صار عندنا حساب الموقع. ربطنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه، هي لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع، وممكن ما يتطلب مني هاي الخطوة. طبعا على الغالب راح يقول لك لازم تضغط على الرسالة قبل ما تسجل دخول أول مرة لحسابك. نضغط على الرسالة، بعدين نروح على لوجن، عبي بياناتنا وبنسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي، هي واجهة الموقع من الداخل، نحن بنجمع كوينز، وهي كوينز نسحبها مثل ما شفنا ببداية هذا الفيديو. في عنا مجموعة من طرق الربح، عنا اول شيء هون صنبور، لكن الصنبور لازم تشتغل 5 روابط مقصرة لحتى يفتح لك الصنبور، ومكسب حلو، ومكسب الروابط المقصرة كمان حلو داخل هذا الموقع. فيك يعني تبلش تشتغل بالروابط المقصرة بعدين تنتقل للصنبور، وفيك نروح على كلمة ايرنينج هي اللي هون وتشوف طرق الربح كمان الثانية. عنا هون بي تي سي او بيت تو كليك، مشاهدة الاعلانات، كل اعلان تقريبا ب4 كوين بشاهده 20 ثانية، بس بضغط على فيزت طبعا فتح الاعلان بصفحة ثانية، بنتظر هذا الخط يكتمل. طبعا هيك اكتمل، بيعطينا بس كباتشا، بنختار الصورة المخالفة او المعاكسة وبنسكر فورا لحتى يعطيني التأكيد. هون هيك كسبنا قيمة هذا الاعلان، فيني تابع بقية الاعلانات تكسب لنا. اذا رجعنا للارنينج مرة ثانية فيني الاقي مهمات داخل الموقع جوبز. طبعا في مجموعة من المهمات داخل الموقع قيمها جيدة، هون 250 كوين، هون 100 كوين، هون 250 كوين، كمان موجود كتير مهمات ممكن ندخل بالصفحة لتحت ونشوفها. طبعا بنأدي المطلوب بهاي المهمات وبنكسب القيم الخاصة فيها. في عنا أصدقائي هون روابط مختصرة شورت لينك، موجود مجموعة من الروابط المختصرة، طبعا أسهل رابط فيها هو الـ RS شورت. قيمة كل طبعا رابط من حيث الار اس شورت 13 كوين، تمام اصدقائي. 5 روابط مختصرة بتوصل للحد الادنى للسحب اللي هو 1 سنت، وهذا سهل جدا. روح على فيزيت، معي 20 محاولة من الار اس شورت ممكن اتجاوزها ونكسب قيم. موجود روابط مختصرة من نوعيات ثانية ممكن تشوفها اخي كريم، تتجاوزها بتكسب القيم الخاصة فيها. طبعا بعضها سهل، بعضها متوسط، بعضها صعب، لكن الار اس شورت هو اسهل واحد بين الكل. 6 صفحات بنشاهدهم ورا بعض وبنكسب، وهذا شيء كثير منيح.
طبعا أصدقائي الموقع في عروض، وأكثر شيء ممكن نكسب منه داخل هذا الموقع وأي موقع ربحي تاني هي العروض أو الأوفر وول، موجود كل هاي الشركات تايم وول، أوفر فور كريبتو، بيتكوين تاسك، كريبتو آد، سي بي إكس سيرش، نوتيك، أوفر دادي، سي بي آي ليد، بولوانداز، كلها شركات محترمة جدا. إذا رحنا لبيتكو تاسك وضغطنا عليها أو الإكسنتيف أو غيرها من الشركات المشغلة للعروض، موجود داخل إكسنتيف مثلا ألعاب ممكن نلعب، كل 70 ثانية بيعطيني 10 كريدت، الكريدت بحطهم هون وبحولهم طبعا لرصيدي طبعا بالموقع بعملة الموقع الافتراضي أو الكوين، كل 10 كريدت هني 2 كوين بالرصيد الأساسي بالموقع. طبعا أصدقائي في عندنا كمان هون عروض داخل الإكسنتيف، عروض مميزة، هذا العرض ب 16000 كريدت، هون 8000 كريدت، هون 48000 كريدت، هي اللعبة هارفست لاند 3500 كريدت، كتير سهلين بس حمل اللعبة وصل لليفل 16، إذا حطينا هون 3500 كريدت تشوف قد بيطلعوا 700 كوين. تمام أصدقائي، يعني فينا نقول 7 أو 8 سنت على تأدية لعبة بسيطة ممكن تاخذ معك ساعتين أو ثلاثة، وأقل من هيك أوبرا جي إكس 600 كوين بس حمل التطبيق طبعا تكسب أي قيم، هون كمان 1900 الكريدت على علي بابا، وهذا شيء كثير منيح وموجود كل هاي المهمات او كل هاي العروض ممكن ننفذها او نكسب القيم الخاصه فيها. طبعا اختار انت اللي بيناسبك واشتغل عليه، وفيك تفتح كل هاي العروض، اذا فتحنا مثلا دريب اوفر كمان ممكن نلاقي فيها اعلانات، ممكن نلاقي فيها كمان روابط مختصره عروض وغيرها طبعا واستطلاعات راي. اذا رحنا الاوفرز شايف اصدقائي يعطينا بعض ب 4200 نقطه، شوف شو المطلوب بأدي بالشكل الصحيح وبكسب منه، ممكن الاقي احيانا فيديوهات ببعض الدول وفيني افتح كل هدول شركات المشغلة للعروض واكسب منها. اذا عندي كمان استطلاعات رأي متاحة ببلدي سي بي اكس سيرتس راح تكون كتير كويسة ومربحة جدا عالية، ممكن 5 او 10 سنت على كل استطلاع رأي، بياخذ معك 10 دقائق او ربع ساعة على الاكثر، طبعا بينضافوا بشكل فوري، احيانا ممكن تاخذ 24 ساعة لينضافوا برصيدك بالموقع. طبعا بس ينضافوا برصيدك لا تنسى تحولهم من دول السهمين للرصيد الاساسي بالكوينز، وبعدين نسحبهم مثل ما شفنا ببداية هذا الفيديو. كمان في شغلات تانية داخل الموقع، في عنا من الايرنينج مرة تانية شيء اسمه مايننج او تعدين. طبعا اخي الكريم هذا التعدين حقيقي بيعتمد على قوة جهازك، اذا كان جهازك قوي راح يعدن لك شيء منيح بالحاجز، اذا كان ضعيف راح يعدن لك اقل. طبعا بتظهر لك هاي الصفحة اللي هون ستارت ببلش يعدن، ستوب بتوقف، بس وصل لمرحلة معينة بالتعدين انت فيك تحولهم لرصيدك الاساسي، من كلمة ترانسفير فاندز بصيروا عندك بالرصيد الاساسي فيك تسحبهم بعدين على محافظك، وهذا شيء كتير منيح. طبعا في شق استثماري هون اسمه انفست، انا ما بستخدمه، ما بشتغل داخل هذا الموقع ولا اي موقع ربحي تاني اخي كريم، اشتغل مجانا لا تستثمر داخل المواقع الربحية. في عنا هون كوبونز، يعني كوبونات نأخذها من ادمن الموقع بنتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه، طبعا راح يرسل كوبونات او يعطي كوبونات كل فترة بنستفاد منهم طبعا نحن وبنكسب هاي الكوبونات، وإذا نزل كوبونات وأنا شفتها كمان راح أحطها بالمنتدى عندنا باليوتيوب أو ممكن نحطها بالتليجرام عشان تستفادوا كمان من هاي الكوبونات. لا تنسوا تتابعونا على التليجرام وتويتر وغيرها طبعا من وسائل التواصل، راح تلاقيها كلها بالتعليق المثبت بأسفل الفيديو. كمان أصدقائي الموقع في رابطي حالي مثل متر فيريل هاي اللي هون ضغطنا عليها، طبعا بيظهر لي رابط الحال الخاص فيه، باخذوا كوبي بوزعوا للأصدقاء لاستفادة الموقع بشكل أفضل. أنت أخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. كمان في ريفرال ماركت، فيك تبيع الريفرال اللي عندك وفيك تشتري احالات كمان، لكن انا ما بفضل هذا الشيء طبعا، بعتقد راح يكونوا غير نشيطين وما تستفاد منهم. فانا اذا انت عندك قدره تجيب احالات كويس راح يكونوا اكثر نجاحا بالنسبه لك، وتستفاد انت وهني كمان بيستفادوا بنفس الوقت. كمان فيك تودع داخل الموقع وتشتري اعلانات، كرييت ادفرتايز، كمان هاي الاعلانات ممكن تجيب من ناس حقيقيين لمدوناتك لمواقعك لروابط الاحد الخاصه فيك، كمان تستفاد هذا الشيء، اعلانات رخيصه كمان داخل الموقع ما انا غاليه ابدا. طبعا الموقع كمان فيه ترفيعات بالعضويه، فيك تشتري عضويه، لكن انا بشتغل عضويه مجانيه، شايفين اصدقائي عضويه مجانيه بيزك الاساسيه شغاله كل العمر، فيك تسحب بدون اي مشاكل وتشتغل عليها بدون اي طبعا عقبات بتواجهك، يعني فيك تشتغل بشكل طبيعي وهذا الشيء كتير منيح وهذا الشيء مجاني. طبعا اصدقائي انا راح احط لكم بصندوق الوصف مجموعه من المواقع مشابهه لهذا الموقع، كلها ممكن نكسب منها عملات رقميه بطريقه جدا سهله عن طريق اداء بعض المهمات مثل العروض، الاعلانات، الروابط المتصله وغيرها، وهذا الشيء كتير منيح، دخل يومي طبعا بسيط، ما راح تكون انت من اغنياء الموجودين بالدنيا، لكن هذا الشيء حقيقي راح يوصل لمحافظك. طبعا اصدقائي انا اعيد اؤكد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه بشكل خاص، فاينانس، باير، الفوسيت بي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. فيني على تنسوا اخواني اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.